فرحان برشا باش نستقبل الفائزين ونجوم رمضان 2019. شكرا على ثقتكم، شكرا على انكم امنتوا بمزيكا فام، امنتوا بمسابقه مزيكا فام، كنتوا بالالاف تصوتوا تختاروا. فرحان برشا اليوم انه سهره العيد تتعدى احلى مع نجوم رمضان، ومش اي نجوم، النجوم اللي ابدعوا. نعرف انه الابداع نتاعهم نتيجه اشهر خدمه وتعب وستريس وعصب ونرفيز، ونعرف انه فما برشا ظروف وضغط، نعرف انه فما برشا امكانيات ماديه تحطت بالنسبه لكثير من الاعمال يستحقوا باش يرجعوا يمكن الحاجات الماديه اللي حطوها، لكن فما اعتراف مهم يمكن النجم يكون عنده وقع اكثر برشا من الجانب المادي، هو اعتراف الناس وايمانهم انه العمل نتاعك هو افضل عمل. فرحان برشا باش تكون جائزه افضل سلسله، كما قلت لكم امشيت الى سلسله الهربه، ومعايا المخرج قاسي شقي. عايشك، ميرسي بوكو. يعيشك، ميرسي بوكو، ميرسي بوكو اللي صوتوا للهربه الكل. فريمون فرحت ياسر كي خذيت الجائزه هذيا. اطلقها قيس، اطلقها. اي اطلقها. اسمع، هذيا معناها انا خذيتها الجائزه هذيا، قلت عم ناول في دنيا اخرى، وفرحان اني نعاود ناخذها بعد بعام في الهربه. فرحان برشا، نحب نشكر العباد اللي خدمت معايا كل، نحب نشكر السيناريست بيل المساوي، مراجعه النص زين عبد المستوري، نحب نشكر نوفل الورتاني، نحب نشكر كاكتوس برودكسيون اللي انتجت العمل هذا، ونشكر التاسعه اللي يعني انتاج مشترك بيناتهم، نحب نشكر ليكيب تكنيك اللي خدمت معايا كل، الممثلين الكل، وخاصه لو جران جعفر القاسمي اللي سنا بالنسبه لي انا خدمه معايا عملوا في اللي ليكليك، لكن سنة اكتشفته اكتشاف واحد اخر، انسان كبير برشا بامكانياته الفنيه وسورتو باخلاقه وبفعل الخير، فريمون انسان يستحق كل تحيه وتقدير. شكرا قاسي شقير، وتبقى بحذايا لانه كذلك اكثر تصويت جاء لكل الاعمال جاء للهربه، واستحقت الهربه جائزة سفيان الشعري لأفضل عمل رمضاني. جائزة الكبرى. هذه مفاجأة كبيرة الحقيقة نتاع ربي. ميرسي بوكو. خلينا نعاودوا نسلموا. والجائزة معناتها باش تعطيك الحق في دقيقة إضافية. جو كبير. باهي دكور دوما، خلينا نكمل. أنا نحب نقول اللي جائزة هذية معناها جائزة سفيان الشاعري بالنسبة لي أنا ما كنتش نستناها، معناها خاطر بالنسبة لسيد كوميت واحد معناها يخدم حاجة هز البارة شوية كان يتوقعها شوية، لكن جاي سفيان الشعري معناها على معناها بالنسبه للمسلسلات هكا، واللي بالنسبه للمسلسلات وسيت كوميت اختاروا احسن واحد الهربه. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ذي بالعكس تولي مسؤوليه اكبر برشا على كتافي وعلى كتاف الكيب اللي خدمت معايا كل، ونحب نشكركم برشا برشا برشا، ومع اكثر ما هكا ما نجم نقول شيء، معناها فرحه لا توصف. شكرا قيس، يعطيك الصحة اللي شبحزينة. شكرا ليكم، من خلالك نحيو كل الفريق. ربي فضلك، يعيشك ويعطيك الصحة. نحب نشكر باب الممثلين الكل، راهو الممثلين اللي خدموا معايا سنة كل، علاش معناها سنة اللي خدموا معايا الأكثرية خدموا معايا، لكن اللي ما خدمش معايا يظهر لي هو كان سفيان الدهش، زاد اكتشفت فيه ممثل كبير ومبدع، نحب نشكره بركة ونشكر الممثلين الكل. شكرا قيس، يعيشك، يعطيك الصحة. بعد لحظات باش نعملوا تذكير بكل الجوائز، وباش نستقبلوا تليفون اللي من خلاله شكون يا ربي صاحب الحظ السعيد اللي يتوقع الحكايه هذه الكل، يعني كل الجوائز توقعهم صحاح، باش يكون معنا وجائزته 500 دينار. دونك نرجع لكم بعد لحظات.